صباح الخير مشاهدي متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من السوق الأسبوعي مباشرة. هذا الحولي واش تشد؟ أم الجلابة أم الجلابة ورينا الحولي، شد الحولي من شدنا الحولي حولي شدنا الحولي نيشان. تبارك الله اللهم بارك. انتو نقربوه الصورة لاتي باش عاد نهضروا معاك. هذا اللي تسمى راه مرشوم بان راه تباع هذايا. الثمن ديالو شحال؟ هذا تباع ب 550 الف فران. 5500 درهم. اي كي داير السوق اليوم؟ السوق اخويا مزيان انت الثمن، ولاني فيما مشيتي الثمن الغلا فيما مشيتي فيما عطيتي الراس. اصغر خروف السوق اللي محل السوق الاخر الخروف مويان زوين وبيض داير 44 46 حتى 250 الف فران. اش من منطقه تجي السوق ديال عين دريج؟ انا نجي المنطقه ديال عين دريج، المنطقه ديال وازان. اييه شد لها هكا باش نصورك انت والحولي نشوف سعرات سعيده. هوني شو السن ديالو شحال تما؟ السن اخويا راشد ارى حي اواعره. شوف لنا السن ديالو شحال تما؟ الثمن 5500 درهم. شارف كله جامع ماشي جامع حولي جامع. الثمن قلنا الثمن شنو هي الاسباب اللي خلت الثمن غالي شويه؟ والثمن اخويا مني طاحت هاد مني طاحت هاد الشتا ولا الخيرات ولا الربيع ولا الروا ولا القضيه زوينه والمنطقه مزيانه بخير الحمد لله ولا الخيرات. وال شتا الفلاح بقى تيشري؟ شتا الفلاح دابا بقى يشري اللي انا يبيع بالثمن ولا يشري. انت شنو تدير البيع؟ انا تنبيع ونشري انا تنبيع ونشري في الخروف الابيض ولد العام. واللي بغى النمره ديالي 016 10 65 03 في الاخر. شنو السواق اللي تدير بها؟ ندير سيدي رضوان وندير عين دريج وندير سيد اليماني اثنين سيد اليماني خمس الرمويله. وين انت فيما هو السوق؟ اي سوق نمشي نترزق الله ونشري. ما تدوش عليك في الخروف؟ ما عاد دوز لا دازت شي حاجه خير شي خروف مريض تيموت الله يعاون واش عاد نديروا ليه؟ الا شري الناس ما عندك شي خروف وصدق فيه الديفو ولا صدق فيه الديفو ما عجبش يرديه ليا نبدلوا ليه؟ اش غنقول ليه؟ الفلوس ما ترجع ليه؟ واش عاد رجع لي الفلوس؟ انا ردوا لي الفلوس. المهم كاين الثمن راه كاينه. الثمن كاين؟ الثمن كاين اخويا. الربيع الحال الربيع الخير موجود والعام زين الخيرات تبارك الله. باش يفهموا الناس. اييه نعم خويا. من هنا العيد ابو محمد كيفاش توقع العيد؟ من هنا العيد تيسير من الله. حنا تنبيعوا عاد دابا. لا دابا بحكم انت المهنه ديالك. وييه وحنا تنبيعوا عاد دابا، حنا ضامنا راسنا على نلحقوا العيد ولا ما نلحقوش. هذه في حالات ماني عارف حقي تنقول ولا. هو هو هو. قال لي لا مشى. واعر 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 طاح التليفون طاح التليفون التليفون. طيب لا وانت راه راسك معاه هو راه واعر. اخا نكملوا رجع دابا. هذا خويا بلات هذا خويا كيقول حيد الخيط اصاحبي حيد شد المايك هكا سير. دابا هذا 5500 درهم ما هنا العيد شحال غنقولوا فيه؟ هذا الشيء اللي بغيت نقولوا انايا يعني شنو التوقع هذا خصو مثلا؟ هذا خصو تقريبا واحد 7000 درهم ولا 8000 درهم في العيد. يعني المصاريف المصاريف العلف الكسيبه شحال ياكل في النهار؟ شحال ياكل هو هذا؟ هذا كياكل 15 درهم في النهار. تبارك الله تبارك الله. هذا كيتسمى خصو يعني من المحتمل انه يكون الثمن في العيد يكون الثمن زايد. شوف على حسب الفلاح، الا كانت السلعه زايده في الكواره دابا السوق ما تحكمش عليه. شوف على حسب السلعه اللي لداخل والعالف والكسيبه والمصاري بزاف. دابا العالف راه زايد في الثمن. الخروف دابا هو ب 5500 دابا اللي داه خصو ضروري 7000 8000. اي ولي عليه ب 7000 هذه كتسمى ما نذكروش عليها. واخا الربيع موجود والخير موجود الكسيبه غاليه بزاف، ولكن هي مزيانه الفلاح عاود باش تجمع عشان يكسب. والتبن دابا راه دايره شري فيه 700 شريته انا. 700 700 البال ديال التبن
اجي نشوفوا هذا ما اجي نوريو هذا اجي ورينا هذا معاه هذا هو سيدي الحايل هذا خويا شحال الثمن الحواله ب 250 لا قلنا 2500 شحال 2500 درهم هنا هو هذا هادو راه بحالي بحالي الجمله ب 2500 هذا ماشي على شي 2500 ها هما فينا هما يعني جمله 2500 درهم الواحد اربعه بهم شي على شي شي على شي الكسابه العشاقه اجيو للسوق عند رجها هما الخيرات تشوفوا متابعينا ومشاهدينا تشري انت بعت كيف جاك السوق كيف السوق يا اخي طالع شويه ياك يا والله دابا الانسان الا بغى يشري شي خروف هكا ولا شي خروف مثلا مستعد العيد خاصه يعني الناس ديال المنطقه تنتمي زعما للعالم القاري الله يحسن لها الحقيقه الله كاين الغلا كاين الغلا تمام هذا الثمن ديالو انا هذا الخيط اللي تنديرو ها هو شحال داير هذا؟ هذا هو الخيط اللي تنخدمو فيه تنجيبو السيري زوين هذا شحال داير هذا؟ هذا راه داير 210 215 الله اكبر الثمن اخويا ولكن راه السور دي زين ولي عدو اللي بغى السلعه افضل من هذه نعطيوه السلعه زوينه كاين كاين السلاله كاين الاصل ديال السلاله جناها اليوم الثلاثه داعين دريج مليحه بعنا 250 230 الف هذا بشحال هذا؟ هذا اللي عطاه هذا سوا 210 200 210 10 صغير الحجم ديالو الشكل ديالو شويه صراي زين زوين آه. ممتاز قول شي ديالي هذه الموالي انا تندير احسن من هذا الشكل هذا تندير حاجه مزيانه زايد على هذا شويه السلعه غاليه في بلاصتها السلعه غاليه في بلاصتها المرضي فيما مشيتي السلعه غاليه لا اله الا الله بقات مشيتها لايطاليا شحال الجوجات الجوجات على الله يلا عطينا 220 الف فرن الواحد 44 44 يعني انا شدي السردي وشدي وشدي الخروف زوين شويه 1000 لا 2000 2200 درهم 2200 درهم يا دي اي 44 انا قلت 44000 1200 درهم 1200 درهم احنا في بث مباشر من السوق الاسبوعي عين دريج مباشره كيف ما تشوفوا تتابعوا تنحاولوا دائما نقربكم من الاجواء ديال السوق الاثمنه دائما نكونوا حاضرين معكم يعني في الجوده الخرفه المعروضه للبيع كيف تنقولوا دائما لما شريت نزه لما شريت نزه هي ويعرف ويعرفوا الناس دابا بغينا نشتريو الخروف مثلا شنو نقلبوا لا بغيتي تقلبي الخروف قلب الديل زوين وطلقيه الى عجب الخروف زوين راه يبان واضح راه كلشي كبوال شيء زين هذه في اطار النصيحه وحنا حاجه وحنا بيع وشري تنبيعوا الناس المرضي على السيمانه نبيعوا ليه الخروف ويشوفوا الخروف بكارانتي الا ما عجبوش يرجعوا ليا ولكن ما يبوش سيمانه اجي يجيبوا ليا والفرق شي ما يقلبوكم ما انا شي كاع معدول داست لي شي خروف ما عجبش راه يبقى لي في الكوري ديال لا دابا مثلا تقول تكونوا مسروقين وتدخلهم الاسواق القضاء وداك الشيء لا ما دوزش عليك زعما ما ندوزوش في هذا الشيء كاع على المرضي حنا تنشريو المعرفه وتنشريو من حاجه صالحه من عند مواليها ما نقدروش نشريو شي حاجه حنا دائما في السوق يعني التجربه ما يكفي من التجربه نديرو طنجه ونديرو الشمال تبارك الله عليك انت قلت سال الاسواق تجي نديرو صاحبي من بلاصه لبلاصه من بلاصه عندي ولا شي بلاصه نترزقوا الله معلم تقريم شويه ها قديم شويه نفسه شويه عاد جينا اليوم ما نجيش لهنا قليل شويه ولكن شحال هذه وانت هنا شحال هذه نجي هذه خوتي خوتك راه خوتي يجي وانا ما تنجيش ايوا ولكن خوتك خيمين هنا قديم من هنا بيع شرايه في كسيبه وما معروف تيبيع وشري وتيشري ومن هنا الحول الغليط اه يا وتيديو الاثنين سيد اليمن يبيعوا باش عاود والله رانا ما لقيتش الفيديو ديالي لا تيشريو حاجه زوينه ثاني من هنا وتيبيعوا لك ليا الناس اللي باغي 10 20 30 واش يدي واحد جوج دابا نقولوا يعني هاد الامطار الاخيره الحمد لله اللي كانت في المنطقه خيرات المرضى حركه السوق حركه السوق ولا الخيرات ولا الربيع والزرع زيان والشيء زيان الحمد لله ولا الخير ديال ربي الحبيب اللهم ولي الحمد لله هذا الراويه الحمد لله الناس كلشي تيشري كلشي ناشط كلشي يشري مزيانه واللي ما شريت نزه كاين الغلا يا كلام والله راه جيت انت تشري ولا جيت لا هذا هذا جا عايشو يتنزه هذا شي يشوف يتنزه الا جبرت ندي لا جبر لا ما انا مشرا انا عمي لا صدت الخروف شي 1000 درهم ما يهتشري
وي انت واحد ما كره الرخاء مشي 16000 هو العاولي داير ما هو العلف غالي العلف غالي الظروف هذايا هو من 64 تيماشي شحال باش يتباع ودابا الله يعلم لا جهد ولا تيسر الله هذا راه معاناه ديال الكسابر عنده الحق انا 1984 عشريه دابا وعيعلفوا ويصرفوا من هنا حتى للعيش يعني بشحال غيتقام راه الله يكون في العون باش ما بغا يتقام والموجود رخيص هكاك شتي المرضي والموجود رخيص هي حاجه مليحه حاجه راه مليحه كسيبه نقيه الماكله والرعاه كسيبه نقيه وكلشي زين الحمد لله ديال الجبل نعم حاجه بلديه ديال الجبل نعم وانت تشوف كسيبه نقيه كسيبه نقيه ومزيانه ضاويه ضاويه تفرق زيد عليه الشيء ثاني اشي نجات نجات نشوفوا حتى النعجه اطلال على النعجه عاود تبارك الله حاجه مليحه عاود هذه دير حوليه مليحه النعجه مليحه اللي بغى النعجه ها الحواله ايه اجي لهنا ها الخروف اللي تنديروا حنا السيرو اللي تنخدموا فيه ها هو هذا تنجيبوه بحال هذا الخروف هذا هو اللي بغى الكساب ويشوف هذا الخروف هذا الجوده والمليح دير الصوت عندك اللي بغى الجوده والمليح وشوف هذا الخروف اللي بغى شي 20 ولا 30 السوله هذه نجيبوا لي الحول وهذا راه داير حتى 56 58 المرضي اه وانا ب 46 ثاني حذر منه شويه ديال العام هذا اه ديال هذا العام هذا ها هو زيد بكري تبارك الله اللهم بارك الله يسخر اه مين النعجه هذه شحال تكون دايره هذه المرضي تكون دايره حتى 250 56 بعد حتى حساب النعجه نعجة مليحة نعجة مليحة آه. ما شاء الله الله يسهل علي المرضي الوالد ها هو هذا السيد يمشي مولاتي يقول فيه 54 ما الله يعلم مشاهدينا متابعينا من السوق الاسبوعي عند الرجل رحبه الغنم مباشره الخير موجود ولكن الثمن موجود اهلا الثمن حتى هو موجود اهلا بخير واجي تشري انت ولا جيت تنزه كي جاك السوق مزيان مزيان الغلا الغلا خالي الغلا الغلا والحاجه مزيانه بالثمن ولكن عاود راه مزيانه من بنادم الا مشى يبيع ولا مشى يشتري شي حاجه هكا عاود ايه كل عاود تعشى ضروري الناس ديال الباديه عاود عند مع الغليمات من الله بداو هذه اش لك يا خويا تمشي السوق تلقاه مروج يبيع بالعز عاود اش لك انا مروج وهذه طالع باب العز ضروري اللهم يسر امين عندك عندك غليمات ولا ما عندك؟ عندي شي بركه في الله امين وجه خير الله يحفظك عاونك متابعينا مشاهدينا من السوق الاسبوعي مباشره عين الدرج تنحاولوا دائما نقربكم من الاجواء ديال السوق الاثمنه الجوده ديال الحواله والنصائح من عند الفلاحه والكسابه تنحاولوا نعرفوا بالمنتوجات المحليه ديال البلاد غير هو ملاحظه اساسيه اليوم بالسوق او هذه الايام يعني بالاسواق كاين الثمن ثمن ديال الخروف يعني ثمن مرتفع واخا الخير موجود حتى الثمن كاين دو خرفان تمن بيع النعجات حاجة مليحة كاينة ولكن الثمن كاين يعني حسب توقعات ديال الناس والمصاريف والمدة اللي متبقية من هنا للعيد الكبير يعني من المتوقع من المحتمل يكون الثمن قاصح شي شوية على الدراويش الله يكون في العون يعني مصاريف اضافيه من هنا حتى العيد والمصروف كيف تنقولوا يعني مازال خروف زين هذا سولوكم من الثمن ديالو يعني حتى المنطقة عرف التساقطات مطارية مهمة كاين المأكل كاين الربع موجود خلت الفلاحة والناس تشريو خرفان تربيهم يعني بحكم أنها المنطقة جبلية قروية تديروا ديك الغنيمات في الدار تحاولوا يستثمروا فيهم ويكون شويش ديال الدخل فمن هاد الثلاث شهور يعني أو أربعة شهور تقابل ديك الخرفان فتتزادوا في الثمن وتي
تيستغل حتى الارض ترعاو فيها بحال هكا يلي تيشجع حتى الناس يشريو، فتيكون طلب على الخرفان والسوق تعرف يعني رواج كبير الحمد لله هذه الايام. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا، الى هنا اودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر ان شاء الله في موضوع اخر. تحيه الجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.